يسيل كل ليل، عصفور يضع عشه بين أصابع المسكين، وبين أصبع وأصبع يصيح بصوت يطلب العفو لكنه يرفض عقابه. هكذا كان سيدي حسن وهو يكتب باللغة الإسبانية أو باللغة، كان شاعرا متدبرا محبا عاشقا. والحب كما يقول بعض أهل الله، الحب سلطان يتبعه كل شيء. هذا وقد كتبت أشياء كثيرة، ولكن نرى الوقت. أختم بموضوع فيه شوية حساسية إيديولوجية ديال السي حسن باش ما نطولش. قال سيدي حسن رحمه الله عن السياسة والثقافة، خطير، إن التجاذبات السياسية تجر إلى البلادة. هو كيعرفش كيف، حنا كنفهمو، إن التجاذبات السياسية تجر إلى البلادة، وإن الثقافة أكبر من السياسة. فبينما السياسة وقتية ظرفية، فالثقافة هي الباقية. الثقافة هي التحليق في عالم الألوهية الطاهرة. وتطرق سيدي حسن رحمه الله إلى الدرس العلمي والتدريس الجامعي، فقال: إن الأمر يتعلق بوجود شريف لغاية شريفة، وهذا أعز ما يطلب في الحقل الجامعي، هو كيعرف كيف. ولهذا فكان لابد أن يؤدي بعض ضريبة مع بني جنسه ومع بعض المتربصين بكل الشرفاء. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، أشكر المنظمين لهذا المعرض.